جديد ما بتخلى حياة أي حدا مننا من الألم والحزن، فكل شخص ممكن يحمل بداخله تراكم من الألم العاطفي، وهذا الألم المتراكم هو حقل طاقة سلبية وذكريات لأحداث عاطفية ومشاعر بالماضي. طبعاً هذا الشيء أكيد بيشبه كتير أيامنا الحالية يلي بتحمل بالغالب أخبار سلبية للأسف، فلابد أنه تزرع فينا ألم أو بعض من الحزن. تماماً يا ميشا، وخصوصي لما بتفيق هاي المشاعر بسبب حدث بسيط سلبي عم بيصير بالحاضر. ممكن تكون كلمة من شخص ما، أو مشاهد عنيفة بفيلم ما، أو أي حتى أي شيء سلبي. كل هالمواقف تكون كفيلة بانفجار بركان بداخلك من الغضب، وأحياناً ممكن يتكرر هذا الموقف ولكن برد فعل مختلف تماماً عن يلي قبله. هذا الشيء يلي اسمه كتلة الألم. شو هي كتلة الألم وشو أسبابها وشو يلي بغذيها؟ كيف نسيطر عليها وكيف منتحرر منها؟ هذا الشيء حتجاوبنا عنه خبيرة الطاقة رامة الدنيا يلي صارت معنا هلأ بالاستديو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي معنا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخيرات رامة، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يعني حاولنا بمقدمة الفقرة أنه نعطي هيك تعريف بسيط عن كتلة الألم، ولكن فعليا كيف العلم عرف كتلة الألم وشو هو مصدر هاي الكتلة؟ بعلوم الطاقة هي معرفة على أنه هي المجال الطاقي اللي بيخزن فيه كل الأحداث السلبية للدراما اللي تعرضنا لها من أول ما خلقنا للحظة اللي نحن والحاضر اللي نحن فيه اليوم. تمام. فهي مجال من الذاكرة خاص فقط بالألم وبالموجات اللي بنقول عنها كثيفة، مشان ما أقول كلمة سلبية لأنه السلبية والإيجابية هو مفهوم بيقضى على موضوع الكثافة. فعلاً ديش الموضوع كثيف وتقيل علينا، على طاقتنا، على أعضائنا، على حتى نفسيتنا. ففينا نقول هي الطاقة الكثيفة أو تجميع الطاقة الكثيفة أحياناً بجسمنا بشكل فعلي بأحد أعضائنا وبالذاكرة وبالنفسية. تمام تمام. كنت عم بحكي أنا وياكي تحت الهواء أنه في ناس هي قابلة لاستقبال الألم أكثر من غيرها طبيعتها من لما كانت صغيرة بمحيطها بمجتمعها. شو هي مسببات كتلة الألم اليوم؟ مسببات كتلة الألم هو كل حدث مرقنا فيه ما نحل، اعتذار ما سمعناه، ظلم وقع علينا، شعور مثلا نحن اطفال انه بنكون ما قادرين نرد او ندافع عن نفسنا، فكله هذا بيتخزن باللاوعي لحد هاللحظه. ايضا مسبباتها بيجي من الخارج، من الدراما اللي بنشوفها بالخارج، وكمان احيانا مسبباتها بيجي من الاعلام، بيجي كثير من مثلا المسلسلات والافلام، دعايات التخويف، كلياتها مصادر لكتله الالم بتخزن فينا وبتفيق فينا من فتره لفتره. تمام. طيب شو بيخلي، يعني ذكرنا الطفل، شو بيخلي طفل من اول عمره هو يفكر بهي الاساليب؟ هل هو في عنده حاله وراثيه؟ هل المجتمع عم بياثر عليه؟ العائله في خطا بالبيت بالتربيه مثلا؟ هلا احيانا بيجي من الجينات من الوراثه انه في شخص بيكون عنده هشاشه نفسيه اكثر من انسان، يعني بتختلف مفهوم الهشاشه النفسيه بيختلف. ففي اشخاص من طفولتهم حساسين، بس الطفل بشكل عام هو الفكرة أنه ما بيفكر أنه اللي وقع عليه ظلم. تمام. هو بتمرق معه كطفل بس بخزن اللاوعي بترجمة بعدين كمراهق كناضج فبتعمل جسد الألم. تمام. على شو بتتغذى كتلة الألم اليوم؟ ببساطة كتلة الألم بتتغذى على ألم هي بتجيبه لنفسها، لأنه هي مثل أي كائن حي موجود جواتنا بيعيش من خلال لاوعينا فيها. فلما نحن ما منوعى فيه فهو بيكون بفيق على كلمة، على تصرف، بعض المواقف، بمشهد حضرتك مثل ما قلتي بفيلم، بمشهد فلما بفيق بصير عم يدور على مغذيات. فأما نحن منروح منخلق الدراما بعلاقاتنا، منخلق الدراما أو رغبة بالانتقام أو أحيانا هيك بتجي هيك ذكرى تخلينا قاعدين عم نغريب ونفور، هي كله كتلة ألم فائت. فهي إما إذا كنا نحن وحيدين فمنغذيها من أفكارنا وذكرياتنا، يا أما إذا كنا نحن موجودين بمجتمع فمنحاول نخلق دراما بالمجتمع، أو منحاول مثلا كلمة صغيرة نعمل منها شيء، نصير بنبكي ونعمل فيها دراما. تماماً. ما بتقطع معنا. لا تمام، يعني المعهد العالي للفنون المسرحية قريب هون ساحة الأموية بيقدر يروح الواحد بسرعة. في هو بيكون حاسس على حاله هذا الشخص أنه هو عنده مشكلة معينة، عنده اضطراب معين، ولا هو بده يعيشها؟ فعليا هي كتلة الألم هي مثل ما قلت أنه هي بتعيش من خلال لاوعينا فيها باللحظة اللي منوعة فيها أنه هاد مو أنا،
هي كتلة الألم تبعي، الأفكار أو الجسد الألم تبعي هذا هو هلأ اللي عم يتحرك فيني، اللي عم يخليني غير واعي. هون بصير وقود للوعي، يعني باللحظة اللي أنا بوعى فيها بصير هو الوقود للوعي إني أنا أهدى منها، لأنه بكتشف خدعتها، بكتشف إنه هي جاية من الماضي بدها تتغذى من خلالي، فهي غالباً لا واعية. هي غالباً بتتلبسنا وبتعملنا حالة شعورية وبتعمل طبقات. وفي حال وعي على الموضوع فهو أكيد رح يحله؟ فعلياً الوعي الموضوع بيحل أكثر من 50%، إني أنا واعية إنه أنا هلأ اللي أنا عم شوفه أنا ماني غاضبة منه تماماً. انا هلا مو هذا، يعني انا زعلي من الموقف هذا هو مو زعل واقعي، تمام، ما في اتصال على الواقع. يعني انا زعلانه الشخصيات اللي نحن بنشوفها بالمجتمع عندها كتله الم هي فعليا ما بتعرف حالها انه عندها المشكله، لانه بمجرد انه عرفت المشكله لازم هي تطلع من الحاله، ولا ممكن هي تحب القصه وتضل عايشه بالحاله، فبنكون نوع من الاضطرابات اللي عم يتفاقم ليصير مرض. اي صحيح صحيح. هلا هو فعليا كلياتنا عندنا كتله الم، بس في اشخاص متماهين معها ولا واعيين، يعني ما عندهم وعي باتجاهها اكثر من اشخاص. اما سؤالك كان بس عن انه هل ممكن انا اعيش الحاله؟ تماما أكثر. تماما ممكن اعيش. كتله الالم بصير غذاء لحظه من اللحظات، بصير في لذه، يعني في اشخاص بصير في لذه عندهم بهذا الالم، انه انا الشخص الحزين، انا دائما مضطهد، انا دائما عندي مشاكل بحياتي، تمام، مشكلتي هي اكبر مشكله بالعالم. ايوه، باللحظه اللي بيتحول فيها للذه بصير في ضحيه، بصير في عندنا عقليه الضحيه. عقليه الضحيه هون بتخلص الاشخاص من مسؤوليتهم تجاه حياتهم، اتجاه الاخرين، اتجاه كثير امور، فهن بمنطقه الراحه، فهن بمنطقه الراحه، وهن بهي الحاله شو بصير فيهم؟ بصير فيهم بيوقعوا بمثل دائره مفرغه، ما عاد بيطلعوا منها، ما عاد بيطلعوا منها بحياتهم، بالعكس بصير في عندنا طبقات 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 بنسميها نحن تبلد شعوري. يعني بصير هذا الشعور اما بصير عندهم وحده من تنتين، اما بينفصلوا عن مشاعرهم تماما، بصيروا ما عاد شاعرين بمشاعرهم او تسطح وجدان، او بصير عندهم شيء ثاني اللي هو الاكتئاب، تمام، اللي هو خلص ما عاد بصير عندهم اي اتصال مع مشاعر فرح. تمام. يعني قديش فعلا هذا المخزون السلبي والمشاعر السلبيه يلي هي بتكون مرافقتنا من نحن وصغار لكبرنا بتاثر علينا بحياتنا الاجتماعيه وممكن تاثر على المحيطين حوالينا؟ صحيح، هي مو بس بتاثر على المحيطين، غالبا الاشخاص اللي عندهم كتله الم فايقه جواتهم هن لما بيتزوجوا شركاء بيتزوجوا كتله الم الشريك، لانه حتى الجذب العاطفي بصير على اساس، يعني انا لما بنقول انه انا حبيت شخص ما بعرف ليش، بس بتلاقي الاثنين كثير عم يخلقوا دراما من خلال بعض وغير مبرره، بيكونوا هن جذبوا بعض من خلال كتله الالم. هي شغله كثير مهمه. احيانا انا بروح على وظيفه الكل فيها متفائل، مثل الكل فيها منيح، الا انا بصير انا اخلق انماط من انه انا احسن، اثبات حال، فبعمل عداوات او بحاول اشوف انه الكل عم يتآمر علي. هي كلها انا اللي عم استحضر كتله المي لمكان عملي، بيكون بالاول الموضوع مو هيك، بصير هيك، تمام، بنقلب الايه. تماما. طب تعي نحن نقلب الايه ونقول انه ما بدنا كتله الالم هي اللي تسيطر علينا. شخص من الاشخاص اللي عم يشوفنا هلا حس انه فعلا انتم عم تحكوا كانكم عم تحكوا عني، انا عم عيش هاي الحاله وانا بدي اتحرر من كتله الالم وانا سيطر عليها، كيف؟ اول شيء بنجيب الحضور، الحضور الداخلي، ان انا من جوا لما احس انه انا عندي استياء، عندي خنقه من شيء، بدرك وباخذ قرار انه هذا الشيء هو محصله كل شيء زعلني بالحياه. لانه احنا لما بنبكي اذا انتبهنا بشغله بنبكي يعني مو على الموقف، بنبكي على كل شيء بيشبهه، كل الفيديو هيك بيرجع لورا. تماما تماما. فبصير بنكون من الزعل على الموقف بصير شفقه على الذات. تماما. فنحن ما نضبط حالنا بالجرم المشهود عم نساوي هذا الشيء، بس نجيب الحضور باللحظة اللي بنجيب فيها الحضور، فعلا فعلا رح نشعر بانه الموضوع فارغ، بانه الماضي هو ماضي، رح نجرده من اسلحته بالسيطرة علينا، بس وعينا فيه بيتركنا بسلام. بعدين في عندنا التسامح، كل تقنيات التسامح كثير مهم، التسامح مع نفسنا اولا، ثانيا ثالثا مع عوائلنا رابعا، وبعدين مع المحيط. يعني مع عوائلنا ونحن اطفال كثير مهم هي الشغله، وكثير مهم هي التسامح بالطفل الداخلي تبعنا. بعدين عندنا كثير تقنيات مثل التامل، مثل التحرر، في يعني كثير مختصين صاروا بهذا الموضوع، بكيف انه يوصلوا لجذر اللحظه اللي طلع منها كتله الالم خاصه بهذا الموضوع، وبالتالي بنحرر لهي اللحظه. ممكن هي الحاله بعد ما تروح ترجع؟ يعني ممكن انا اقدر اعمل توازن لنفسي واضبط حالي انه انا خلص هي عم بستحضر الفكره انه هي غلط هذا الشيء، انا عم بعمل دراما زياده، ممكن ترجع لي هي الحاله بعد ما انا اتخلص منها؟
هلا نحن ما منطفي المروحه بتضل تفتل شوي. اوكي، هو هذا الشيء اللي بصير هو عباره عن خليني اقول حاله طبيعيه انه انا بالعكس لما انا بدي بلش اوعى على كتله المي رح تتكشف لي كثير امور بحياتي، رح تنكشف كثير امور بحياتي. بالعكس مثل ما قلت بتصير وقود للوعي، فمره على مره بتيجي، صح بدها تيجي لانه نحن عايشين بهي الارض وعم نتاثر وما فينا نكون منفصلين، لكن بتيجي كل مره اوعى، كل مره بتيجي بتكون فرصه للتشافي من شيء جديد. تمام. اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتشوفيها عند هدول الاشخاص اللي هن عندهم مشكله، بتحسي انه هن عن جد حابين يحرروا حالهم من هالمشكله بس لا بيرجعوا بيوقعوا بخطا، شو هي؟ لانه ما بيكون في جذر، ما بيكونوا رجعوا لجذر كتله الالم. في كتله الالم احيانا بتكون عامله عقده، تكون عامله تروما، بحاجه انه اختصاصي يساعدنا، بحاجه اختصاصي. اذا في شيء دائما عم ينعاد بنفس القوه والشده ونفس ردة الفعل، بشدة قوة ردة الفعل، فلازم نرجع لجذرة. باللحظة اللي نرجع لجذرة أحيانا بيكون جذر تحت عمر الخمس سنين ما بنكون متذكرين معيانين له تماما، وبالتالي نحن بهذا الموضوع بس حررنا الجذر بنلاقي بيتخلص تماما من كل شدته علينا. تماما. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك، معلومات كثير مهمه ومفيده، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير لك راما للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، اهلا وسهلا فيكي. شكرا.